تسأل أختنا شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قل هو الذين كما كتبت هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هكذا كتبت. لا تسأل شرح هذا الحديث، هذا اللفظ الذي جاء فيه السائل خطأ. ليس فيه لا يرقون ولا يسترقون، إنما فيه لا يسترقون فقط. أما كلمة لا يرقون فإنها خطأ من بعض الرواة، والصواب لا يسترقون، لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون. فهؤلاء السابقون هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنهم تركوا هذه الأشياء. الطيرة هي التشاؤم، واعتقاد الشؤم في بعض الأشخاص أو بعض البقاع أو بعض الحيوانات، وأن ذلك يضره، وهذا شرك. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، لأنها اعتقاد غير الله سبحانه وتعالى. وما يسترقون، الرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض كتاب الله سبحانه وتعالى ومن الأدعية الشرعية، والرقية مشروعة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. ولكن يسترقون بمعنى يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، فطلب الرقية من الناس جائز، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل عدم طلب الرقية من الناس، لأنه هذا من نوع السؤال والحاجة إلى الناس. فهؤلاء الصالحون تركوا سؤال الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس الرقية، لأن هذا من الحاجة إلى الناس وسؤال الناس، فهم استغنوا بالله عز وجل في سؤال الناس، والسؤال مكروه، سؤال الناس مكروه إلا عند الحاجة أو الضرورة. هذا وجه قولهم لا يسترقون، أنهم تعفوا عن سؤال الناس اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. والكي معروف، كي نوع من الطب النبوي وهو نافع، ولكنه يكره نظرا لكونه من التعذيب بالنار، ولا يلجا اليه الا عند الحاجه، فاذا احتج اليه فلا باس به، لكن مهما امكن الاستغنى عنه فهو احسن. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل تتفضلون بشرح حقيقه التوكل في هذا المقام شخص هذا؟ التوكل على الله وتفويض الامور الى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه في جلب الخير ودفع الشر، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع أخذ الأسباب التي أمر الله بالأخذ بها. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن الذي أمرنا بالتوكل أمرنا أيضا بأخذ الأسباب النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع هذا كان يأخذ بالأسباب. كان يتزود للسفر عليه الصلاة والسلام، وكان يلبس السلاح ويلبس الدروع عليه الصلاة والسلام، وهذا من أخذ الأسباب. بارك الله فيكم.